قصتي مع شغفي للفضاء بدأ يوم كان عمري 5 سنين. أيام المدرسة المدرسة كانت تعلمنا عن الفضاء، عن الكواكب والنجوم، وخلتنا نبدأ نصنع معدات رائد الفضاء، وقالت أنها بتودينا رحلة للقمر. في يوم الرحلة جابت خيمة وحطتها في وسط الفصل، وخلتنا كنا ندش، وكانت مسوية نجوم من قطع من الأوراق ومعلقتنها بخيوط، وكانت تنزلها من سطح الخيمة. عقب ما طلعنا من الخيمة اكتشفنا ان هي كانت مسكرة الليتات في الصف ومغطية كل الأسطح فيه بقطع من القماش الرمادي، يعني ان خلاص احنا وصلنا لسطح القمر. هاليوم هو اللي بدأ فيه شغفي للفضاء، وبدأ فيه حلمي اني اكون رائدة فضاء، وان ان شاء الله في يوم من الايام اوصل لسطح القمر. يمثل فخر وسعادة أني أقدر أمثل دولة الإمارات بهذا الطريقة في صعيد على الصعيد العالمي في هذا المجال. في نفس الوقت مسؤولية كوني راح أمثل وبكون سفيرة لدولة الإمارات في قطاع عالمي مثل قطاع الفضاء. إذا أنا قدرت أوصل غيري يقدر يوصل، وإذا ما حد وصل قبلكم عادي تكونوا الأول في هذا المجال. الشخص اللي عنده طموح وعنده شغف بيثابر وبيوصل إن شاء الله، لأن دولة الإمارات دولة مليئة بالفرص، وقيادتنا دائما تدعم الشباب وتدعم المرأة في جميع المجالات. حابة أشكرها على دعمها الدائم للمرأة الإماراتية، وتعتبر هي مثال للمرأة الإماراتية الناجحة اللي دائما تساهم في تطوير دولة الإمارات والشباب.